السادسة من المنتدى الدولي للإعلام تهدف طبعا إلى مناقشة هذا الموضوع، الإعلام الرقمي الذي هو شعار هذه الدورة، بحيث أن هذا الموضوع يطرح أهمية كبرى، خاصة إذا علمنا الانتشار الواسع الذي بدأت تشكل وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك فعلاقة الإعلام الرقمي ليس فقط علاقة الإعلام بالتكنولوجيا، ولكن أيضا علاقة الإعلام بالمجتمع، باعتبار عندما نتحدث عن المجتمعات الشبكية داخل الإنترنت، عندما نتحدث عن التفاعل، عن مشاركة بعض الأخبار، عن أيضا الهويات الرقمية للأشخاص. وهذا الموضوع مهم أكاديميا لأنه يطرح هذه الأسئلة. ثم أيضا من جهة أخرى نعمل على تكوين مجموعة من الطلبة في عدة مواضيع، من بينها أولا صناعة الفيديو لوسائل التواصل الاجتماعي، ثم أيضا كيف يمكن أن تصور فيديو وترسله لقنوات دولية. كما تعلمون اليوم التكنولوجيا أصبحت ضرورية، لذلك نحن مهتمون بهذا الموضوع في هذه النسخة الكاملة. عدة دول حضرت اليوم، تونس، مصر، الجزائر، ثم أيضا قطر، وكذلك معهد الجزيرة للإعلام، من أجل كل هذه التكوينات واللقاءات المفتوحة. Bonsoir tout le monde, c'est la sixième édition nationale du forum d'Agadir. Pour tous les journalistes qui viennent de partout, d'Égypte et d'Italie, et j'ai constaté que pour un métier journaliste, c'est un métier très difficile, mais en même temps, il est impressionnant. C'est pour cela que je veux découvrir ce monde du journaliste qui nous découvre un monde impressionnant. We are here to attend the sixth edition of the International Media Forum in Agadir, hosted by Mr. Hamaiz, to discuss digital future, press and society. People came here from Egypt, from Italy, just to attend this because it is so useful for us as students that we're so interested in media and press as well. So we really do appreciate it. I myself personally really do appreciate it for being here. This is so useful. This is a great opportunity to meet new people.